هل يمكن للموظف أن يصبح ثرياً؟ يمكنه ذلك إن وجد وقتاً كافياً لاكتساب الخبرة ومعرفة أسرار المهنة في القطاع الخاص. فهناك عوامل كثيرة تقرر مستقبلنا المالي وفرصة تحقيقنا للثراء. عوامل تتعلق بالسن والذكاء والخبرة وبيئة العمل التي نشأنا فيها. فابن التاجر مثلا مرشح لتحقيق الثراء حتى بدون ميراث بنسبة أكبر من ابن الموظف والمدرس ورجل المرور، وفرصة شاب العازب أكبر من فرصة أب متزوج أمضى في الوظيفة 30 عاما، وفرصة من يمتلكون الخبرة والمعرفة وأسرار المهنة أكبر من فرصة الأدباء والمفكرين وحملة الشهادات الورقية. وفي رأي الخاص يتحدد طريق الثراء في مطلع الشباب وبداية العمر الوظيفي للإنسان، وهذا ما تثبته سير كبار الأثرياء في العالم الذين بدأوا في سن صغيرة مثل بيل جيتس وكارلوس سليم والراجح وابن محفوظ. فشاب في مقتبل حياته المهنية أمامه ثلاث طرق أساسية لتحصيل الرزق. يمكنك حالياً الانضمام لدورة التعليق الصوتي مع مروان بن حفصية عبر منصة يوديمي. تعلم من المنزل وابدأ في استثمار صوتك. اكتشف المزيد عبر الرابط في صندوق الوصف. أولاً، العمل لدى جهات حكومية أو عسكرية. ثانياً، العمل في القطاع الخاص، مؤسسة أو شركة. ثالثاً، بدء مشروعه الخاص أو تطوير مشاريع عائلته. المسار الأول وصفة حقيقية للفقر، كون الوظائف الحكومية والعسكرية تنتهي بطريق مسدود وتمنعنا من اكتساب الخبرة وزيادة دخلنا المادي، خصوصا في ظل الأنظمة التي تمنع الموظف من مزاولة أعمال خاصة. والمسار الثاني يمكنه أن يكون وصفة لثراء لمن يملك الطموح والخبرة والذكاء الكافي، كما يمكنه أن يكون وصفة للفقر لمن لا يملك طموحاً ويقتنع مثل زميله الموظف الحكومي بالراتب الشهري. أما المسار الثالث فيشكل فرصة حقيقية لزيادة الدخل، كونه مساراً مفتوحاً قد يتضمن فشلاً وعقبات، ولكنه في الإجمال يكسبنا خبرات وتجارب ومعارف تقربنا من مرحلة الثراء. وبطبيعة الحال الموظفون يهربون من المسار الثالث ويخشون فشل مشاريعهم الخاصة مقابل راتب حكومي مضمون، ومن يستطيع لومهم على ذلك خصوصا حين يبدأون بتربية الأطفال. لهذا السبب يكون من الأسهل على الشاب قبل أن يتوظف ويتزوج اتخاذ قرار بالعمل الحر أو على الأقل العمل في القطاع الخاص، بحيث يكتسب خبرة وتجربة تقوده للثراء. ولكن ماذا تفعل إن كنت موظفاً متزوجاً يصعب عليه التضحية بالراتب، وفي نفس الوقت ترغب في اكتساب خبرة ومعرفة تؤهلك لإنشاء مشروعك الخاص؟ الحل في نظري هو أن تبحث بجانب وظيفتك عن عمل إضافي في القطاع الذي تنوي دخوله مستقبلاً. لا تتردد في العمل مساءً في مكاتب العقار ومحلات التجزئة وبيع الملابس والمطاعم والبقالات بغرض اكتساب الخبرة والتخطيط لمشروعك المناسب. لا تتردد في العمل لفترة مؤقتة ليس بهدف تحسين دخلك، بل بهدف اكتساب الخبرة ومعرفة أسرار المهنة وأطراف العلاقة من موردين وموزعين وممولين وتجار كبار. وحين تملك ما يكفي منها يمكنك عندها الاستقالة من الوظيفة الحكومية، أو حتى أخذ إجازة بدون راتب وبدء مشروعك الخاص. حينها فقط ستكون أقرب للنجاح من الفشل ولثراء من الفقر ولتنوع الدخل أكثر من ضيق الراتب. إن لم ينل اقتراح أعجبك وتعتقد فعلا أن القناعة كنز لا يفنى، تذكر بأن الأمر لا يتعلق بك وحدك، فابنك أيضا سيرث خبرتك وتجربتك، والوظيفة أمر لا يستحق التوريث. إن قررت البقاء في وظيفتك سيتفوق عليه مستقبلا ابن التاجر، كونه سيرث من والده أمرا أهم من المال والثروة، الخبرة والمعرفة وكيفية مراكمة الثروة. وصدق المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم.